هنتكلم في الجزء ده بقى ان شاء الله عن الدور او الباب اللي في النص. تعالوا نتكلم عليه باسرع وابسط الطرق. لو رحت الاوبجكت حطيت بوليجون او عشان اعمل فريم للبوليجون او بلاش بوليجون. هو البوليجون اتحط على فكرة بس اللون بتاعه بني اهو. تعالوا نشيل ده وممكن نحط سلندر ونيجي لسلايس، نعمل سلايس وخلي السلايس كده ونخلي الراديوس هذا بالشكل ده. ولو عملنا بقى يا سلام لو عملنا فيلت بقى ايه باتنين ولا حاجة كده، حاجة حلوة كده بالشكل ده. تمام، نظبط بقى السلايس براحتنا يعني نعمله، ممكن نعمله ايه 45 درجة، ممكن نعمله نخليه 90 او مش 90، خليه 60 درجة مثلا. ناخد السلندر ده زي ما هو كده واروح لكلونر واحط السلندر ده جوه كلونر واخدي الكلونر راديال. هخلي البلين اكس زد بالشكل ده وهزود الكاونتس وهقلل الراديوس. متهيألي شفتوا الحركة، تمام؟ متهيألي شفتوا الحركة، هي دي الحركة اللي احنا هنشتغل عليها. بس هزود الكاونتس، تمام، او هقلل الكاونتس بس هعمل حاجة تانية. هروح للسلندر واخلي ده 90 درجة واروح لده المنظر ده كده، او اخلي الراديوس كده. ممكن اعمل ترانسفورم اخلي ده اقل حتى من 90 يكون 45 درجة بس يبقى تمام بالمنظر ده كده. لو زودنا الكاونت او قللنا، تعال نقلل الكاونت، اخلي الكاونت حاجة بسيطة كده وهرجع الزاوية دي تاني زي ما كانت بحيث اخد نفس تمام نفس الايه نفس الحركة بالظبط. تمام، نعمل ايه نعمل ايه؟ طب اقول لكم على حاجه، لو احنا رحنا شلنا السلندر ده وجبنا مكانه ديسك كده، الديسك تمام. لو انا فتحت عملت الراديوس ده كده على القد بالظبط قمت مزود الروتيشن سيجمنتس، ممكن في ده بقى اقول له سلايس اخده كده. على فكره هي نفس فكره السلندر بس انا قلت ديسك، احنا كده كده مش هنحتاج هايت، مش هنحتاج ارتفاع، ولو احتاجناه بالمره قلت عشان اقول لكم فكره جديده في موضوع الارتفاع ده. ممكن نخليه كده حلو قوي. خلي بالك، بص الانر ريدس هيعمل ايه؟ هيعمل دي. ده لو انت عايز تعمل باب بشكل مختلف يعني، ده لو انت حابب يعني. تمام، انا هخليه زيرو. هاخد الديسك ده جوه الكلونر، هو ده اللي انا عايزه من غير كلام كتير بالشكل ده كده. لو احنا جينا روحنا لف فينا بس ده كده، بس كده تمام. نيجي بقى للباشا ده ونروح نخلي بالمنظر اللي احنا شايفينه تمام بالشكل ده كده. ممكن اروح للديسك ده واخلي الراديوس بتاعه اوسع من كده شويه، تمام. جينا نعمل رندر،
هنلاقيه بالمناظر. طيب لسه حاجه بسيطه، هاخد من المجراف ستيب افكتور عشان عايز الباب ده عالي، او قبل اخد ستيب افكتور على فكره زي ما قلت لكم عايز اعمل لده سمك، هنروح لسيميوليشن وناخد من كلوث كلوز نيربس وندخل ده جوه كلونر وده جوه الكلوز نيربس بالشكل ده، وتعالوا للكلوز هنعمل سيكنس وليكن باتنين، مش عايز سب ديفيجنز بدل ما الريندر يبوظ، تعالوا كده ادي السيكنس اللي انا بتكلم عليه، لو عايز حتى ان انا ازود السيكنس ازوده، لكن انا هخلي السيكنس وليكن قليل شويه كده وعمل ريندر بحيث اطمن على الشكل. هاجي للون، تعالوا نحط له لون يبين الدنيا شويه لحسن كده الدنيا مش هبان، اخلي يوز كلر اون وهخلي ده وليكن حاجه غامقه حبه، تمام نفس الموضوع اون ونفس الموضوع اون، تمام بالشكل ده. طيب حلو قوي كده، عايز اخلي بقى كل باب عالي عن التاني شويه سنه زي ما احنا شفنا في البروم، مجراف افكتور ستيب 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 افكتور. الستيب افكتور كده ولا كده هو بيشتغل على البوزيشن، انا مش عايز البوزيشن، انا كل اللي انا عايزه عايز سكيل، هو شغال على السكيل. بصوا كده لو انا عملت كده هو بيشتغل على السكيل، يونيفورم سكيل، مش عايز يونيفورم سكيل، عايز السكيل بس على الواي مش اكتر من كده، تمام. لو شفنا الباب انا عايز اجيبه بس زاوية، طبعا مش عايز ابسولوت سكيل، كده هروح للكلوز نيربس بقى اخلي السيكنس ده واحد، خلي السيكنس واحد. طب ما نعمل اي خامة كده ونحطها عليه بس علشان نشوف المنظر عامل ازاي، تمام. لو رحنا للكلونر رحنا للريجس جينا عملنا ريندر شكلنا كده، هنعلي الستيب فيكتور على واي، ممكن اخلي الترانسفورم نود على ابسولوت، لا خلونا على ريليتيف احسن، وممكن نخلي دي على اوبجكت او على افكتور بحيث الحواف دي تبان شويه مش هتاثر معانا كتير، نرفع السكيل او نخليه يونيفورم سكيل نجرب، اعتقد كده جت يونيفورم سكيل كده جت. لو رحنا للكلونر افكتورز موجود مظبوط تمام، نروح للريجس نفتحه سنة هنلاقي كده فيه باب فوق التاني، وبكده نقدر نظبط من هنا بقى، يعني نقدر نظبط من هنا ان احنا نيجي للستيب افكتور ونروح للبارامترز اقول له يونيفورم سكيل لا خليه على الواي، بكده هنلاقي الدنيا بقت مظبوطة مفيش فيها أي مشاكل. لو قفلنا كلوز نيربس بس مؤقتا بحيث نشوف حتى في الديسك كمان، أنا ممكن أقلل الروتيشن سيجمنتس كده كده أصلا طالما أنا حاطط الكلوز نيربس مش هيبقى في مشاكل في السيجمنتس، تمام. نرجع الكلوز نيربس ونعمل ريندر ما عندناش اي مشكلة. ده بالنسبة للباب، الانيميشن بتاع الباب اظن كانت واضحة قوي، هتبقى في الراديوس بتاع الكلوز، تمام. نيجي بعد كده للارضية اللي تحت اللي هيبقى عليها الكلمة نفسها مفيش فيها اي مشاكل خالص، هو برضو الديسك، وهنوسع الديسك حبتين
الكلونر متهيألي كده، متهيألي كده. لسه كنت هقول في حاجة غلط. ممكن اخد الديسك نفسه وارفع الديسك لفوق، لان انا فاكر وبرضه بقول ان يعني في حاجة مش مظبوطة. ارفع 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 ارفع، هو لحد كده. طبعا هنرجع نظبط الدنيا دي تاني. الراديوس اصلا ما ينفعش بالمنظر ده، يبقى هروح للديسك نفسه واقلل راديوس الديسك، واروح للستيل افكتور لبارامترز. لو شلت سكيل يبقى واحده واحده بقى على السكيل، لان السكيل كده بهدل الدنيا. هقلل السكيل بالشكل ده كده على قد ما اقدر، تمام بالمنظر بالشكل ده. طبعا اول حاجه ببلاش السكيل خالص ونروح للبوزيشن، تمام، واعمل واي بوزيشن، تمام، واخد الديسك نفسه ارفعه لفوق بالشكل ده بس كده، وتبقى كده الدنيا ايه، الدنيا خلصت. انا كده كده هعمل من هنا، تمام. لسه دي، يبقى احنا ناخد الديسك ده ونخلي الراديوس بتاعه قليل برضو شويه، تمام. اجي بقى للكلونر نفسه واشوف مشكلتي هتبقى عامله ازاي. هتبقى في مشكله، المشكله في راديوس الديسك، راديوس الديسك لازم يقل سنه، او مش يقل سنه، ممكن اخده هو نفسه لتحت سنه بسيطه كده، تمام بالمنظر ده. وهاجي على الكلوثنر بس وازود السكيل بتاعه، واجي على الستيب افكتور واقلل موضوع الواي ده شويه، واجي على الكلونر واشوف اقصى حاجة هيوصل لها، يوصل هنا، تمام. اقصى حاجة هيوصل هنا كده. هاخد الديسك ده وانزله لتحت، افضل انا بس بظبطها علشان تبقى الدنيا مفيش فيها مشاكل بعد كده، بس كده مفيش مشاكل، كده مفيش اي مشاكل خالص. هروح بس في الكلونر وهعدل دي شوية، تمام، وارجع للراديوس بالشكل ده، اعدلها سنة المنظر ده كده. الراديوس بتاع الديسك حاجة بسيطة، يبقى اروح كده واروح للأوبجكت واروح للراديوس بالشكل ده بس كده، خلاص ما عادش فيه اي مشاكل خالص. يعني اللي ظاهر اللي هي الحتة دي بسيطة قوي، خد دي بس سنة لتحت، اعتقد كده ما عادتش ظاهرة. حتى لو عملنا كده ما عاد، طبعا استحالة بقى انت تعمل كده، يعني هي هتبقى بالمنظر ده كده. وخلصنا من موضوع الباب كده، خلصنا من حكاية الباب خالص تقريبا، حاجة كده يعني كده. نروح للديسك، هي بقى مسألة على فكرة، مسألة تظبيط بارامترات مش أكتر بس كده، الدنيا مفيش فيها مشاكل خالص. بعد كده نيجي للأرضية اللي احنا اتكلمنا عليها، الأرضية دي اللي هي بتاع اللي هي الديسك ده. الديسك ده طبعا هيبقى تحت خالص، وطبعا هيبقى الراديوس بتاعه كبير، مش لازم أعمل له سمك،
مش لازم بصراحة ان انا اعمل له سمك. تمام. بعد كده على فكرة ممكن اطلع نتيجة مختلفة شوية عن البرومو، يعني ممكن تيجي في دماغي فكرة كده في ثانية تلاقوني شغال في فكرة تانية خالص، مش غيرها يعني. يعني اقصد نزود، نيجي بعد كده لو حطينا تيوب و خدنا الهايت لتحت شوية، خدنا الاوتر هنا لغاية هنا كده، خدنا الانر زيه، والباب ده مؤقتا بس هنخلي الريدياس بتاعه ده بره كده شويه على ما نظبط الحته بتاع التيوب. تمام كده مثلا، ونيجي للفلت، نخلي الفلت مثلا 3 و روتيشن سيجمنتس نضربها في 2، يكفي قوي العدد ده. هاجي للتيوب ده وهخليه او خليه زي ما هو، فانكشنز دوبليكيت 0 المره دي، و هو الهايت بتاعه قد ايه؟ 14. ماشي. هاجي للواي وهخلي 15 بالمنظر ده. تمام. ممكن اخلي الكوبز 3 مثلا 4، وبعد كده هاخد كل ده لتحت بالمنظر او بالشكل ده كده، ارجع تاني. خلي بالك اوعى اوعى تفقد الايه السليكشن اللي هنا ده، اوعى. هنعلي دي شويه واقول له ابلاي كنترول زد، هقول له نيو ترانسفورم كنترول زد برضو. شكلنا كده فقدنا التركيز، لكن هي اتظبطت بالمنظر ده. تمام كده خدنا التيوبس دي، بالاضافه ان احنا هناخد ده جوه دي كمان بالشكل ده كده او بالمنظر ده كده. تمام ومظبوطه وزي الفل و10 على 10. هناخد دول نسميهم انر بوردرز، تمام، والكلونر ده هسميه دور او الباب. طيب لو احنا جينا بس نبص على الريندر بتاعنا هنلاقيه بالشكل او بالمنظر ده. تعالوا الاول نظبط مصادر الاضاءه. هنروح ليه؟ او قبل ما نظبط الاضاءه تعالوا نكمل الموديل علشان نبقى احنا خلصنا من مرحله الموديلنج نهائيا، ما يبقاش فيها اي ارتيفاكس او ما يبقاش فيها اي مشاكل. طبعا اللوجو بتاع جي اف اكس موجود ملف فيكتور. هنروح لميرش وهنروح ل هنا ولا هنا، هنا ولا هنا، اعتقد متهيألي انها هنا في انترو في اوبنر في تكس، مش موجود. انا فاكر انه كان في برومو. تمام الستريتور 8، نعمل اوبن سكيل اوكي. تمام طبعا كل الباسز موجوده. كل بقى اللي انا عايز اعمله انه انا عايز اخلي ده هو اللي موجود لوحده، فهضغط هنا واقول له لير براوزر دبل كليك واقول له تكست، واخد ده احطه في التكست واعمل له سولو بحيث يظهر
او يبان لوحده. مش عارف هو فين. اسف، ده النل هو اللي ظهر لوحده. طيب هاخد كل القسط كل ده واحطه جوه نفس اللير واعمل سولو، فكده ظهر تمام. طبعا في خطوط بالهبل انا مش عايزها اصلا. طبعا كل اللي انا هعمله اروح لاي باس انت مش عايزه واعمل له ديليت. طبعا انا مش على الموديل تول، اختار الموديل تول، ديليت ديليت ديليت، وده كمان السلامة. كده يبقى احنا ما عادش عندنا الا جي اف اكس وعندنا بروفيشنال او بي بروفيشنال. طبعا كل ده هو الباس بتاع السلوجن. هناخد سيلكشن تول و او بلاش دي، هاخد اللاسو سيلكشن تول وسيلكت الباس ده. طبعا كل ده مع بعضه ابدا اظبطه بس الاول سب ديفايدد تمام، وهعمل رايت كليك كونكت بلس ديليت، وهروح لستراكتشر سنتر اكسس 2 وهسمي ده سلوجان. بعد كده بلا شك يعني كل دول نفس الموضوع، لكن انا هاخد الجي والاف والاكس، اسف جي اف اكس مش عارف برضو. هاخد هنا ادي جي اف اكس اكاديمي، دي هنسميها جي اف اكس، ودي كلها برضو نفس الموضوع ما ننساش سب ديفايدد، ودي كلها رايت كليك كونكت بلس ديليت، ودي هسميها اكاديمي. لو خدتوا بالكم انا استخدمت اوامر، استخدمت اوامر كتير قوي، استخدمت كونكت بلس ديليت، استخدمت مش عارف ايه، كل الكلام ده ممكن ان احنا نعمل بيه حاجه حلوه جدا. لو انا رحت الويندو خدت لي اوت، رحت الكوماند مانجر وخدت نيو باليت، من نيو باليت هكتب كونكت بلس ديليت واحطها في الباليت، اكتب بي اس ار او ريسيت بي اس ار، ده علشان لو انا عايز اعمل الروتيشن والبوزيشن والسكيل 000 مره واحده بضغطه زرار. ممكن اقول له ديليت وذاوت تشيلدرن لو انا عايز ادلت اي نال اوبجكت بدون ما ادلت التشيلدرنز او الحاجات اللي تحت. كل امر هتحتاج تكتبه حطه في الباليت دي. بعد كده خد الباليت دي واعملها مثلا ولتكن زي بار كده فوق كوماند مانجر بحيث ان انت تعرف تشتغل عليه براحتك. طبعا يعني معلومه كده على السريع تمام بالشكل ده كده بالمنظر ده. هاخد اكسترود نيربس، طبعا انا عامل سولو فاستحاله هتظهر، هقول له لير براوزر واشيل السولو تمام، او ان انا اروح كده اديت لير واقول له تكست وارجع كده تاني لير براوزر واقول له سولو. طالما انا بقى هستخدم اللير براوزر على طول احطه في الاتريبيوت مانجر، احط النال اوبجكت جواه واروح للاكسترود نفسه واقول له هيرارشيكال عشان ياخد كل النالز اللي جوه او موجوده. طيب مش هتنفع ليه؟ انا عايز لكل واحد خامه، هحتاج لكل واحد خامه. اذا كده كنترول دراج كنترول دراج، خد ده حطه في سلوجان، خد ده حطه في جي اف اكس، وخد ده حطها في اكاديمي. يبقى انا كده عندي اكاديمي، كده عندي جي اف اكس، كده عندي سلوجان. هروح لسلوجان جي اف اكس اكاديمي وكابس، هقول له فيلت كابس فيلت كابس، سيبك من التشوه اللي حصل ده، قول له راديوس بنص نص، خلي مثلا دي بثلاثه، ثلاثه كتير بس هتدي شكل كويس. هروح لاوبجكت، مش لاوبجكت اسف، لكابس، وانزل تحت خالص اقول له التايب بتاعي كوادر انجلز عشان يديني التوزيعه دي. زي ما قلت خليك ريجولار جريد. لو تفتكروا قلت خلي السب ديفايد في السبلاين بيبقى يساوي الويث في ريجولار جريد، زي ما انتم شايفين توزيعه الفيسز مش مظبوطه. لو تفتكروا هي كانت هنا خمسة خلاص، لو انا عملت سيلكت كنترول طبعا
وجيت هنا وخليت دي 5، بصوا التوزيعه دي هتبقى عامله ازاي. ادي فرق، ممكن احط في السب ديفيجنز ولو اني مش احتاج، بس يعني ضمان مش اكتر، ضمان مش اكتر. اجي على السلوجان ده 20 كتير قوي، ده هم 5 حلوين عليه قوي. تمام، جي اف اكس اكاديمي، ودي اعتقد مفيش فيها ادنى مشكله. لو جينا عملنا رحنا للبراوزر وجينا عملناه بالشكل ده كده، خدنا بعد كده التكست نفسها بالمنظر ده. طبعا احلى حاجه ان هي جوه نل اتريبيوتس، هخلي ده 0 0 0 بالشكل ده. اجي التوب واعمل روتيت 90 درجة، وطبعا سكيل تمام بالمنظر او بالشكل اللي احنا شايفينه. وبعد كده اظبطها، اظبطها جوه الفرن. و هو فين بقى الارضية اللي احنا كنا عاملينها؟ اللي هي الديسك دي اللي هي ده اهي. انا مش عارف هي فين تاني تاني تاني. تالت خط من تحت، هروح لي دي كده واقوم واخدها هنا اهو، بحيث انها تخش جوه الديسك حاجه بسيطه. ليه؟ عشان لما اجي اعمل الومينيشن، لما اجي اعمل الومينيشن خليها بالشكل كده. كنترول اس كنترول ار علشان نشوف شكل الرندر عامل ازاي. طيب لو خدنا من دي زاوية كاميرا، بحيث ان احنا بقى ما نخسرش الكاميرا بتاعتنا، خلي دي كده بتاعت الكاميرا ونشتغل على البرسبكتيف زي ما احنا عايزين. لو جيت على السلوجن، لو جيت على السلوجن نفسه و اعتقد ان هو عايز بصوا كده اللي بيحصل بقى، كنترول زد، شايفين بيتزق على مين؟ ده كده زد. طب كنترول زد، طب كده واي. طيب ما نخليها لوكال. لوكال لما تقلبه بيشتغل على المحاور بتاعت الاوبجكت بالنسبه للاوبجكت، مش المحاور بتاعت الاوبجكت بالنسبه للكاميرا. كده بقى واي واي، وكده بقى اكس اكس بالشكل ده كده. تمام، اعتقد نحركه من هنا افضل، او كنترول زد. دي الورلد كوردينيتس، تمام. فحله بقى ان انا اجيب له دول هنا بدل ما نقعد نجري وراه، حله ان انا اجيب له دول تمام بالمنظر. بعد كده بقى امسك الموديل تول تاني وارجع كده عشان تبقى شايف الدنيا ماشيه معاك ازاي. ده كده مظبوط متهيألي برضو. لو اكاديمي مظبوطه تبقى جي اف اكس برضو مظبوطه. برضو نجيب الاكسس تول وهوديها كده وهوديها كده. ولو جينا نبص هل مظبوطه ولا لو احنا جينا ابص بقى، شفتوا لان طبعا احنا عملنا روتيت اصبح الواي زد، لكن ممكن تشتغل على اللوكال وتشتغل عادي جدا. اعتقد في ناس اول مره تعرف المعلومه دي متهيألي. لو جينا بعد كده لكل الموضوع ده ورحنا للبيزك، قلنا له اون وخدنا ده مثلا خليناها حاجه كده، كده احنا عرفنا نميز دي من دي، هنلاقيها بايه؟ بالمنظر او الشكل اللي احنا شايفين ده. اعتقد ان احنا كده ما فوتناش اي حاجه من مرحله الموديل. في الجزء اللي جاي ان شاء الله هتبقى مرحله الخامات والاضاءه. اشوفكم على خير.